مرحبا، في كتير زبونات بيجوا لعندي بيقولوا لي انا بدي اضعف نفس الوقت بدي انصح، سو هن بيكونوا ضايعين شو هن الاهداف تبعهم اللي بدهم يوصلوا لها. فهون كتير مهم نحن نركز على هدف واحد 100%. دائما لازم نركز على هدف واحد، ان كان نخسر فات او نربح حضر، لانه لما نركز على هدف واحد نقدر نوصل لنتيجه القصوى او افضل بالنسبه لهذا الهدف. يعني الواحد اذا بده يضعف افضل يخلق عجز بالسعرات الحراريه، يعني كالوري ديفيسيت، ويركز على هذا الشيء ويركز على يخسر فات كرمال يوصل للنتيجه الافضل له. نفس الوقت اذا بده يربح عضل نحن لازم نعمل فائض بالسعرات الحراريه او كالوري سوربلس بهذا. صح نحن حنربح شوي فات، بس نحن هون حنربح عضل باقصى طريقه ممكنه. مزبوط، صحيح 100%. فهون الشخص يعني لو كان بده يكبر، هو برايه انه بس بده يكبر عضلاته ويخفف دهن نفس الوقت، معقول هيدي تصير عند البيجنر بس ما حتصير بطريقه كثير كبيره، فلازم يتحمل حاله اذا نصح شوي دهن، هيدي طبيعيه، البروسيس طبيعيه. سو انا بدي كبر عضل، طبيعي يكبر يزيد شوي دهن، يمكن يزيد شوي الفات على البطن الى اخره، بس هيدي البروسيس. بهيدي الطريقه نحن بنزيد اكثر طريقه ممكنه عضل، وبعدين فيز ثانيه بحط هدف جديد انه انا بدي اخسر هودي الفات اللي زدتهم، ساعتها انا بحافظ على المسلز اللي بنيتهم قبل باحسن طريقه ممكنه، وبخسر الدهن يلي انا بدي شيله، وبوصل للهدف تبعي الاساسي اللي هو انا كنت مثلا نزل دهن. فبهيدي الطريقه نحن بنحط اهداف سبيسيفيك، اهداف واضحه قدامنا، ما فينا نخلط كل شيء ونوصل له، لا بنحط اهداف واضحه ونشتغل عليها 100%. ثانك يو لانه حضرتونا وتابعونا بالفيديو الجاي.